ديال السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية اللي جعلت من هذا اليوم السبت 8 أبريل 2023 يوما للاحتجاج على الغلاء وعلى القهر الاجتماعي. وفي الوقت اللي احنا كنحتجوا في المدينة ديال السلا هنا في هذا الحي الشعبي في هذا حي الرحمة في هذا الحي ديال الشعب المغربي كتخرج 61 مدينة بنفس الشعار وبنفس المطالب وعازمين الاستمرار في النضال حتى إسقاط الفساد حتى إسقاط الاستبداد اللي هي الأسباب الأساسية ديال الغلاء والأسباب الأساسية ديال الفقر الأسباب الأساسية ديال البطالة الأسباب ديال ما يعيشه المستشفيات المغربية من أوضاع متردية وما يعيشه التعليم المغربي من أوضاع متردية وما يعيشه الشعب المغربي من قهر وتجويع وتفقير اللي كتجي في واحد الوقيته للشعب المغربي كي النار ديال الاسعار اللي تزاد واحد الشكل اللي قوي والسكان ديال مدينه حي الرحمه وبالخصوص مدينه سلا اللي خرجوا اليوم كيعبروا على الاحتجاج ديالهم من هاد الزيادات المهوله وكيعبروا على الاحتجاج ديالهم على هاد الدوله اللي جوعات الشعب المغربي واللي كنطالبوا حنا كسكان ديال حي الرحمه وديال سلا باش الدوله المغربيه باش تهبط من هاد الاسعار راها ضربات في الجيوب ديال المواطنين واللي كنطالبوا حنا كمغاربه باش هاد الاسعار تهبط وإلا ما كانش الدوله كتسمع لهاد الصوت ديال الجماهير راه غيكونوا اشكال احتجاجيه اخرى واشكال وتصعيد غيكون تصعيد بشكل واحد اخر. وتحيه من تجميع المواطن المغربي المغرب لا تحكم الدولة. أقول لم تستمع لصوتنا ولصوت الشعب ولصوت الفئات المناضلة وخاصة في قضية الغلاء وتتضرع لحد الآن بالجفاف وبالحرب في أوكرانيا وعامل خارجية أخرى. ونحن نقول بأن هذه العوامل الخارجية هي كاينة ولكن مش هي الأساس، إذ أن التوجه الليبرالي المتوحش المفترس للكتلة الطبقية السائدة وللدولة هو الأساس والحلول موجودة. ونحن نرى بأنه لو أن من بين الحلول تسقيف الأسعار ومن بين الحلول تأميم شركة لسامير ومن بين الحلول الرفع من الزيادة الإجمالية في الأجور وكذلك تمويل صندوق المقاصة من الضريبة على الأغنياء وخاصة الفلاحين الكبار
اللي معفيين عمليا اليوم من الضرائب. وهنا ومن بين الحلول ايضا الوقف الفوري للتصدير للخضار الى الخارج الاتحاد الاوروبي وافريقيا، وان يكون ضمان التغذيه للشعب المغربي اولا، ولكن لا حياه لمن تنادي. وبذلك عندنا خيار واحد، هو ان يكون نضالنا موحد ومستمر ومتواصل تحت الشعار المذكور حتى فرض رؤيتنا على هذا التوجه الطبقي المفترس لشعبنا. المهم بالنسبه للبلاد لان عمرنا ما كنا تنتصوروا هذه المرحله، انه بلاد ديال 3500 كيلومتر ديال البحر وعندنا السردين كيوصل 30 حتى 40 درهم، بلاد فلاحيه وعندنا المطيشه وصلت 13 درهم. كنعقلوا انه في واحد الاوقات كانت بريال وبدرهم بجوج دراهم الا غلات. الغلاء الفاحش، ورغم انه البلاد غنيه، بلادنا غنيه بالمعادن وكفى غير الفوسفات بوحده راه كيجعلنا من اغنى الدول، كنتفوق على الدول البتروليه. كذلك الحاجه المطروحه حاليا هي هذه الحكومات اللي كتعاقب وعاجزه عن ايجاد حل، كتصدر المواد الفلاحيه وغير الفلاحيه سواء لاوروبا سواء لافريقيا، كتخلينا احنا بالجوع. هذه ماشي حكومه ديال 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 المغاربه، ماشي حكومه ديال المغرب، هذه حكومه خدامه ديال الاسواق الخارجيه سواء اوروبيه ولا غير اوروبيه. ثانيا هالمشكل ديال التطبيع اللي كاين حاليا اللي كنسمعوا في جميع التظاهرات الشعب كيرفضوا، وهذه الحكومه كتشبت به، معناته شكون كتمثل؟ ملي كتكون في اي بلاد كاين مظاهرات ورفض لسياسه معينه كتراجع عنه، ولكن لينا احنا عندنا بانه الحكومه لا تمثلنا في شيء. اجور متدنيه في 1000 درهم ولا 1500 درهم اللي كيعتبروها عباره عن صدقه، شنو كتحل دابا في هذه الايام؟ 2000 ريال 100 درهم ما كتعمرش تا قفه صغيره.